وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان أكد أن دعم الإرهاب وإرسال السلاح إلى العصابات المسلحة في سوريا يشكل تهديدا لأمن المنطقة. وتعقيبا على المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في واشنطن أمس، أكد عبد اللهيان أن خطأ الرئيس الأمريكي منذ بداية التدخل في سوريا يتمثل بمطالبته بتنحي الرئيس الشرعي لسوريا، معتبرا أن هذا الأمر مرتبط بإرادة الشعب السوري فقط ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات نيابة عنه. سياسة